السلام عليكم شباب، اليوم بنلعب لعبة content warning. لعبة عبيطة شوي، لازم يا حيوان وخر على الكاميرا. نظام اللعبة نفس Lethal Company تقريبا، بس ايش تبي؟ هذا ضاري كواي برنسس، كواي برنسس. هذا فيصل اوسم، هلو. المهم راح نروح ندخل ونشوف اللي يصير. لازم نروح نستكشف هذا المكان. اوه شنو هذا؟ وراك اي شو صار؟ فيصل وراك صار معك هذا الوحش. إذن من الحين يبغون يخلصون فلوسنا دار شوبينج. راح اليوم نروح مانشن مسكون، نصور أكبر مكان مسكون بالعالم. جاهزين؟ طبعا إيه. ورجعنا لكم يا أحلى متابعين. ديدي 3-2-1 ديدي خلاص صور. ورجعنا لكم يا عمي، خلاص ما راح أصور زين؟ امشوا. فاشل فاشل. منو جاب الكاميرا مال هذا الفاشل هذا؟ في ناس ما تعرف، يعني لا لك لا تجيب في ناس ما تعرف تصور. كم مرة أقول لك جيب الكاميرا مال محترف يعني صور. قاعد يهوشني. لبحنا. عطني الكاميرا. اذن فوق امشي يلا يلا. اوه بيغفل حفلة. شباب شباب بلي تحت. روح له روح له روح له. خل روح له تعال. يلا يلا. خذ 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 خذ. اوه يير شاش شاش. هج هج. واحد ثاني واحد ثاني. ولد وخر خلاص صور. جاك 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 امشي 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 امشي. اوه شنو هالصرخة؟ هج اي ما خلو الزرق طرحي ليه؟ واحد ثاني بعد هناك يا الله تبس فيصل، you take the camera. يلا 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 ضاري مشينا. I am the kawaii king. Mario Kairi? Why are you watching? No, can you show me what you Yalla, first take the camera. Yalla, show me. خسر كومنتيتنج بس البرنسس ويا البرنس اي احنا
نايس جمب نايس جمب. راح نكلمكم اول ما نلاقيك في وحش خلاص راح نصور. ها؟ ويت 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 دي 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 سبوكي تو طالع صوره شنو هذا؟ شوف التراب دير ابى ادخل انا. ايه صور لك صور. يلا خلينا نسكر. يلا اي بسرعه دخلت خلي يسكر عشان الحاش الحاش تخليه لا ما تسكر. وصف انسان وصف حسافه بتربي والله كفر خليك اه اختفى حسافه والله عليك خليك داخل. اه نروح من هنا من هنا. وات شنو هذا ديما؟ شوفوا هذا الوحش. من هالوحش هذا على زوري وش على زوري. ها مسكه احسن استاهل. امشي. كان في شيء هني ولا شو صار علي؟ هناك وحش لقينا وحش في هذه المنطقه. قلنا وحش مخاوف. لقد صاده الوحش موجود. ما ادري وين اكل واحد مغبي. هذول هذاكو شك ثوري. يس لا قصدي يا قهوة الوحش. فيصل الحاش لا هذا مستحيل. خلنا ندور لنا واحد ثاني. تعال يلا صور. السلام عليكم. لقينا واحد هني نحاول نسأله ليش نعيش. اوه طيب هدي بالك. هاي كاميرا هاي رجال مؤخر. انت شرايك ليش عايش بالمنطقة يا طيب؟ طيب ليس متعاون. زين ليش انت عايش بالمنطقة هذه؟ عاجبتك؟ اسفين هذا الرجال ما يتفاهم شكله مختل عقليا فمشينا. اوكي زعلان ما بيصور. المتخلف السهل فخانة. وهكذا انتهت رحلتنا واحنا عادي وللسفينة بنجاح. السلام عليكم. اليوم نبدأ بمقابلة مع ضاري. شنو كان شعورك يوم مسكك الخال الوحش؟ مامي says you scream a lot. والله باقيك مشكلة. السلام عليكم. اليوم نبدأ مقابلة مع انيغما ضاري. شنو كان شعورك يوم مسكك البرنسس كواي؟ شنو كان شعورك يوم مسكك الخال؟ والله يعني يوم مسكني الخال مكان خال ما كان خال. كان قلت انه خال ما اذكر انه كان خال. ما ادري كان ظلمه ما شفته. القناة هذه اقفل All my fellas.
all my fellas.